اليوم بزيارتنا لمطار الموصل، الحمد لله أصبح عندنا مدرج بطول 3 كيلومتر، يعني للطائرات الكبيرة هذا المدرج يصلح لهبوطها. الاكستينشن الزيادة كملت، وحاليا العمل دا يصير، طبعا العمل متداخل داخل المطار، ساحات الكارغو الشحن دا يشتغلون بها، ودا يشتغلون ايضا بالتيرمينال يعني مع المسافرين دا يشتغلون بالساحة. العمل ايضا بدا الان بالبنايات، البناية مع المسافرين، التاور، البرج بدا ان شاء الله، و الجدار الشرقي كمل، الغربي راح يكمل، ويبقى عندنا الشمالي والجنوبي، وهو المستطيل هو اللي أقل. العمل كله متداخل إن شاء الله، ماشي بسرعة، وأيضا الأجهزة نتأمل أنه أيضا صار تعاقد عليها. احنا مثل ما وعدنا أهلنا، يعني إن شاء الله بالرابع بالخامس بإذن الله، وقبلها إن شاء الله من نكمل الماستيك بالنسبة للمدرج راح يكون جاهز لهبوط الطائرات. العمل مستمر، احنا جينا هنا أيضا بين فترة وأخرى نتابع العمل. أكو أفواه ما يهمها أنه فقط تريد تقزم من كل إنجاز تتكلم عن المطار. المطار مشروع استراتيجي لكل العراقيين، الشركات بذلت جهد، والعاملين يعني المهندس المقيم وأيضا معاونية الإعمار والكل يعملون بنفس واحد في سبيل زيادة وتيرة سرعة إنجاز المطار. نثمن جهد كل العاملين، شوفوا بهذا الحر، هسه درجة الحرارة يمكن مقاربة للـ50، والكل دا تشتغل بهمة. إذا تباوع دا تشوف دا يبنون البرج، دا يبنون الإطفاء، دا يبنون القاعة مال المسافرين، وأيضا دا يشتغلون بالشحن، ودا يشتغلون بالجدار. أعمال المطار متداخلة، يعني مو فريق واحد، إنما موزعين على عدة جروبات، وكل واحد دا يشتغل بشغله بهمة. شكرا لكل الجهود، وفرحة أن يكون عندنا مطار المدرج ماله بطول 3 كيلومتر يستقبل طائرات كبيرة إن شاء الله. وأيضا نشكر أبطالنا بالقوات الأمنية اللي يسهرون ليل ونهار على حماية هذا المنشأ.